أفكارنا كتير. مسك قلم الحبر على إيديك وإيدين ولادك، ما تخافي عنا الحال. غسلي كرتونة البيض بالماء وشوفي شو حيصير. حطي الزيت بالفريزر واكتشفي سر خطير. حطي معجون الجلي على ليمون الحامض. عندي هون كرتونة البيض مثل ما شايفين أحبائي، وقت تخلص عنا وبدنا نيجي نرميها منحكى الهم كتير، لأنه ليكو تاخد مجال كتير كبير بقلب سطل النفايات. عندي هون سطل النفايات مثل ما شايفين بتاخد مسافة، مش حيالله مسافة كبيرة، شفتوا؟ أو مثلا إذا نزلناها لتحت في مسافة، كرمال هيك رح نحط عليها المي وراح تشوفوا شو راح يصير عندي. راح ارجع اشيلها وشوفوا شو راح اعمل فيها. راح احط عليها مي حطينا عليها مي مثل ما شايفين من المعيلتين، يعني حجمها احبائي بكثير كثير صغير، شفتوا؟ ما عادش بتاخد مسافه ابدا ابدا بقلب سطل الزباله او سطل النفايات. شفتوا الفرق بين اول مره وبين ثاني مره؟ فرق كثير كبير، جربوا الطريقه وراح تدعوا لي كثير. فكره كثير 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 مهمه احبائي، بتعرفوا هالايام نحن عم نفرز كتير قصص، اكلات دجاج، لحمه بقلب الفريزر، واكثر الناس عم تشتكي انه مش عم بتفرز عندهم الاكل، عم بيصير عليه مثل التلج، يعني مثل اللون الابيض، تلج الابيض. مجرد ما انه يصير عنا بقلب الفريزر التلج ابيض كتير على داير من دار الفريزر، بيكون الفريزر فيها مشكله، وهيدي المشكله لازم تتعالج، ولازم هيدي المشكلة بقلب الفريزر انها تتعالج. وبحال ما تعالجت بطريقة سريعة ممكن انها تودي انه تتسكر انابيب الغاز بقلب البراد او التلاجة، وساعتها ينتزع البراد كله. فما عليكم الا تعملوا هيدي الطريقة. اول شي رح شيل كل شي عندي، حطيت عليها زيت. فهلأ شو مفروض اعمل؟ مفروض انه نمسح الفريزر كلياتها بالزيت، يعني هيدي المنطقة كلياتها داير من دار لازم تتمسح بالزيت، وحتى من تحت. بس ننزل الزيت او نحط الزيت بقلب الفريزر ونمسح كلياتها، ساعتها ما رح يبقى عنا التلج يلي بيتراكم، التلج الابيض يلي بيتراكم بقلب الفريزر وبيمنع انه يوصل البخار. نحن بدنا بخار، ما بدنا التلج الابيض اللي بيطلع بقلب الفريزر. فما عليكم الا تعملوا هيدي الطريقه ورح تتخلصوا نهائيا، مره بعد مره بنعملها ورح نتخلص نهائيا من مشكله التلج يلي بيصير على كل داير من دار الفريزر، وممكن يعمل عنا سماكه كتير كبيره ورح يودي انه تنتزع عنا الفريزر. بالزيت طبعا شوي صغير من الزيت، وبيتمسح كلياته داير منظار كله. طريقة كتير حلوة، جربوها واعتمدوها ورح تستفيدوا كتير. انا دايما بمسح الفريزر عندي بالزيت طبعا، خوفا ما انه عندي يصير في مشكلة ويظهر التلج الابيض لبرا وتتنزع عندي الفريزر. هون صار عندي مشكلة كتير كبيرة، وبحال صارت عندكم نفس المشكلة ع ايديكم او ايدين ولادكم وفار او مسك بايدكم قلم الحبر، ما عليكم الا تجيبوا حيلا قنينة عطر موجودة عندكم بالبيت وبتصيروا بتصوا. اوعوا تغسلوا دايكم، اذا غسلتوا دايكم الحبر رح يتلي الدنيا ورح يعني يصيروا دايكم كلهم حبر. ما تمسحوهم كمان نفس المشكلة، دايكم رح ينتلوا كلياتهم. فما عليكم الا تجيبوا حيلا قنينة عطر موجودة عندكم بالبيت وتصيروا تصوا بهيدا الشكل مثل ما شايفين على كامل الايدين، ومنصير منشيلهم بهيدي الطريقة. اسهل واسرع طريقة لا ايامين او شيالين او تنظيف قلم الحبر الفاير الماسك بالايدين بالعطر. العطر فيه مادة كفيلة بانه تنظف كل الحبر الموجود. شفتوا كيف صاروا ايدين ابني؟ فلو صارت عندكم هيدي المشكلة
اعملوا بسرعة، حطوا اي حيلا قنينة عطر عندكم بالبيت. حبيت اعرض هيدي الفكرة لحتى تستفيدوا، شوفوا كيف كلهم راحوا. بس لو شلت ابني وغسلت له ده مش رح استفيد ابدا، بالعكس رح اتلي الدنيا حبر، وايدين ابني كلهم رح يصيروا حبر. فاعملوا هيدي الطريقة، طريقة كتير حلوة وسريعة. نحن هون عم نقدم افكار لحتى كل الناس تستفيد احبائي من اي شيء ممكن انه يتعرضوا لإله بحياتهم اليومية. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هيدي الفكرة. خلينا ننتقل للفكرة اللي بعدها. الفكرة اللي بعدها أحبائي، ليمون الحامض وحيلا قنينة عطر موجودة عندكم بالبيت، طاستين بهيدا الشكل، وبسرعة بتقدروا تنظفوا فيها برايز الكهرباء. بتعرفوا برايز الكهرباء عنا بالبيت بتكون مضبغة كتير. هلأ قوموا شوفوا انه كل عن بريز كهرباء عندكم بالبيت بسبب الايدين بيكون متصبغ وفي كتير دبغات سوداء، فما عليكم الا تعملوا هيدي الطريقة، طريقة امنة جدا احبائي، ما تخافوا. وبكل التصبغات الموجودة على برايز الكهرباء كلياتها بتروح وبصير مثل الفل. عندي هون بريز الكهرباء، ما عليكم الا تعملوه بهيدي الطريقة احبائي، شفتوا كيف بهيدا الشكل، وبترجعوا بس بتمسحوه تمسيح هاي الطريقة. منينة العطر وليمون الحامض كفيل بانه يرجع لنا البرايز انضاف كأنهم جداد مثل الفل بيرجعوا. جربوا الطريقة أحبائي، طريقة كتير كتير عملية وكتير بسيطة وكتير سهلة، وكمان نظافة بتبين بالبيت غير ما يكون عنا البرايز مدبغين مهمولين، غير ما يكونوا انضافوا مثل الفل. جربوا الطريقة ومش رح تندموا أبدا. الفكرة اللي بعدها أحبائي، حطوا معجون الجلي أو البريل على ليمون الحامض، والسبب كتير كتير مهم. بتعرفوا احنا عنا كلياتنا بالبيت معالق خشب نشتغل فيهم، واكتر الاوقات لا بل كل الاوقات معالق الخشب بدبغوا. طيب اذا دبغوا عنا معالق الخشب اصلا ما بقى بواحد له نفس انه يعمل فيهم اكل لانهم مدبغين قد ما جلينا فيهم ونضفنيهم. فاعملوا هيدي الطريقة وشوفوا شو رح يصير معي. بتجيبوا ملعقة الخشب الموجودة عندكم وبتصيروا بتفركوها بهيدا الشكل بليمون الحامض ومعجون الجلي الموجود عندكم، رح يفتح لونا كل الدبغات او التصبغات الموجودة على الخشب بسبب الطبخ، كله رح يروح احبائي. بس علينا انه نعمل هيدي الطريقة، وكمان يفضل انه يستخدم بالطبخ مش معالق الخشب، معالق السيليكون اللي طلعوا جديد. ساعتها بيضمن الواحد انه مستحيل ينزل ولا اي فتفوت صغيرة من الخشب بقلب الاكل. هلأ كتير من الناس عم يستغنوا عن الخشب وعم بيحطوا معالق السيليكون عندهم بالبيت. جربوا الطريقة ورح تدعولي. أكيد بنرجع بنغسلها وبتصير بيضة بيضة مثل الفل.